اكسلنس صاحب السعادة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب السعادة والسمو، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، السيدات والسادة، بالنيابة عن إفريقيا أشكركم شكرا جزيلا. الأخ العزيز عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أراضي مصر الكريمة، وليس هذا بغريب على تقاليد مصر العربية وعلى سحرها البحري. قيل الكثير عن الحالة المستعجلة مناخيا والتي تجمعنا اليوم. قرائن علمية عدة نبهتنا في عدة مناسبات من خلال ما نعيشه كل يوم بأننا نتعايش مع الظواهر القاسية المناخية. اليوم علينا أن نتصرف من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس حول المناخ، وأن أفريقيا كانت قد التزمت به من خلال حزام الأخضر الذي يجري تنفيذه على امتداد 11 بلدا من منطقة الصحراء والساحل. إن استصلاح الأراضي جار ونشاطات إعادة الغطاء الغابي مستمرة، بالإضافة إلى خلق مشاريع زراعية. السيدات والسادة، حتى وإن لم تكن البلدان الإفريقية قد أسهمت بأكثر من 4% من انبعاثات غازات الدفيئة، فإن أفريقيا تدعم انبعاثات رصينة من الكربون وقدرة على المواكبة من أجل بلوغ نقطة الصفر في انبعاثات الكربون في آجال معقولة. ونحن ندعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف، بدلا من قرارات منزلة قد تمس بمسيرتنا التنموية، بما في ذلك سبل الوصول المطلقة إلى الطاقة الكهربائية التي يبقى 600 مليون نسمة من الأفارقة محرومين منها. وأذكر بأنه بغابات الحوض الكونغو فإن قارتنا إلى ذلك هي مهد ربع ما تبقى إلى اليوم من غابات استوائية التي تمنح الكوكب الملاذ الآمن للتنوع البيولوجي والأسلوب الأنجع في أسر الكربون. نحن أيضا نتكيف مع التغير المناخي ونتحمل أعباءه من خلال تطوير مشاريع خضراء يجري تمويلها غالبا من خلال الاستدانة، في حين أن تدابير التكيف من المفترض أن تدعم من قبل دول متقدمة وفقا للتعهدات المتخذة. لا يمشي الصندوق التكيف العالمي والشركات القائمة، فإننا مع ذلك أطلقنا في أيلول سبتمبر الماضي أطلقنا نداء للعمل من أجل إنفاذ برنامج لتسريع التكيف في أفريقيا. ويجدر الآن أن أتقدم بشكر بلدان الأوروبية ومؤسسات الداعمة التي كانت شريكا، أسهم بدفع مبلغ قدره 80 مليون يورو، وذلك من أجل أعطاء دفع جديد من خلال ضخ 10 ملايين يورو للتكيف. حسب هذا المركز الدولي فإن التمويل المتراكم للتكيف المزمع قبل 2030
لن يمثل لسوء الحظ أكثر من ربع من مجمل التقديرات الأفريقية والتي جرى تقديرها على الصعيد الوطني في وقت سابق. شرم الشيخ إذن مناسبة لنا جميعا، بلدان متقدمة ونامية على السواء، فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي. لابد من تعزيز جميع التزاماتنا، ليس فقط من تلك التي تخص تخصيص 100 مليار دولار إلى 200 مليار دولار بما يمكن من تحقيق الأهداف المسطورة. الخضوع لآثار ما حدث من خلال تجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة أمر ضار، فالكل ملوث ينبغي أن يكون دافعا حتى يتسنى لهذا الكوكب أن يواجه الأوضاع الطارئة. أفريقيا حضرت في هذا الموعد في شرم الشيخ مزمعة أن المشاركة بشكل مسؤول في إنقاذ الكوكب، وعازمة على أحداث التغيير بدلا من الخنوع والتعرض للتأثر. ونحن عازمون على التفاعل والعمل مع جميع الشركاء حتى لا يتحول شرم الشيخ إلى قمة إضافية على غرار سابقات لها، ولكن لكي تتحول إلى منعطف حاسم يعطي دفعا لفائدة الأجيال المقبلة ووقف التغير المناخي. الوقت إذن اليوم ليس وقت الاكتفاء بالوعود، بل وقت العمل قد حان لإنقاذ هذا الكوكب الذي يجمعنا جميعا. شكرا.